بسم الله الرحمن الرحيم. خصني صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني للتو باستقبال حيث قدمت له استقالة الحكومة وقبلت هذه الاستقالة، وبعد ذلك تم نقاش الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد، حيث تم النقاش تنفيذ برنامج صاحب الفخامة وتقويم الانتخابات الأخيرة المحلية والتشريعية، وبعد ذلك طلب مني صاحب الفخامة تقديم اقتراح لحكومة جديدة. إنني إذ أشكر فخامته على هذه الثقة الجديدة والمتجددة، أعي جيدا حجم هذه المسؤولية، وأسأل الله العلي القدير أن يعيننا جميعا على مواجهة التحديات وتذليل العوائق التي تحول دون التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لهذا البلد، وإنه على ذلك لقدير تحت سلطتي وتوجيهات رئيس الجمهورية. أخيرا أطلب من الوزراء المستقلين، إدارة الشؤون الجارية إلى حين تسمية أعضاء الحكومة الجديدة، وشكرا.